الإسلامية من جامعة نظر أكادير سنة 1992. يمكن دوز مباراة شحال من يعني عدة مباريات اللي درتي فيها لحد الآن باقي ما تفضلتيش نهائي هو في الحقيقة هذه القضية ديال التوظيف العمل ما كاينش شي حاجة اللي هي سابقة كتبقى أن كانت واحد المباراة غديرها وزارة الداخلية وكانوا طلبوا لنا واحد موجز وتقريبا الآخرين يعني عندهم دبلومات بالنسبة للمجموعة ديال المحمدية كلها الموجز المرتاح باش واحد تختار فاسميتها ماشي منطقة كانت يعني كانت وضعيف كاينة ولكن كانت تعطى الناس ديال برا وعندنا عندنا أدلة على داك الشيء أن كيجيو الناس من برا كيخدموا كاين حتى اللي ما كيعرفش المحمدية كيجيب معاه العنوان وكيمشي كيسول على العمالة وكيمشي كيخدم إذا الحل بالنسبة لكم كمجموعة مجازين معاطين بالمحمدية هو الحل أكيد الناس المسؤولين تكون الخدمة عمومية ولا تكون شي أشكال أخرى بالنسبة لي أنايا ربما هرمنا لأن أنا كنطلب مثلا غير شي حاجة تكون رمزية أنت متزوج أنا عندي جوج أولاد عندك أولاد بغاو نعرفوا يبغى يعرفوا الناس اللي كيتفرجوا فيكم وكيشوفوكم بغاو يعرفوا منين كتعيش منين واش كاري واش هذا يعني الله غالب الحمد لله واخا أن هذا الشيء واخا أننا في الحقيقة مجازين معطلين راه كندبروا على الرزق ديالنا ماشي حنا كيقولوا كاين بريكولي ولكن هذا ما يكفيش علاش هما كيتماشاش ربما مع المؤهلات ديالكم علاش لان مثلا واحد الانسان غيمشي يخدم مثلا شركه ولا شي حاجه كيعرف راسو بانه عنده طاقات وعنده هذه يعني انه كي يعني كي ما غاديش يقوم بالخدمه ديالو يعني ما غاديش يكون مرتاح علاش لان عنده واحد المستوى معين خصو تعطى ليه يعني ديك الوظيفه اللي كيستحق الوظيفه فينا هي فلوس فين مشات شاكيرا والحفلات نقوموا باشكال حضاريه تنعرفوا بالمظلوميه ديالنا والحمد لله الساكنه ديال المحمديه تضامنوا معنا وتعازرونا وتوقفوا معنا وتحسوا بنا هذا شكر كبير تنمنى نيابه على المجاهدين المعطلين تنقدم الشكر ديالي لهاد الناس اللي كيتضامنوا معنا الاشكال النضاليه اللي غنقوموا بها في المستقبل يقينا غتكون اشكال قويه وقويه بزاف وهذه ما هي الا محطات تدريبيه لان المظلوميه ديالنا حاسين بها بواحد الشكل عميق وما نقدروش مازال اننا نرضاو بالبطاله جميع المعطلين اللي في هذه الحلقه هذه يستحيل انهم مازال يقبلوا في البطاله ومستقبلا سنخدم على اشكال نضاليه جد قويه والسلطات ديال المحمديه تحمل مسؤوليتها لانها وعدتنا انها ستحل هذا المشكل وما وفاتش بالوعد ديالها وحنا وفينا بوعودنا وما بقيناش تنحتجوا حتى اكتشفنا انها تكذب علينا حاليا هذا ما هو الا شكل بسيط وفي المستقبل نحن سنقدم على اشكال جد قويه والسلام عليكم.